الرب بيقول إن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم أأتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. صاحب السؤال يقول يعني إيه؟ الفقرة الأولى واضحة، المسيح بيقول أنا مش جاي يدين، أنا جاي أخلص. طيب أنت جاي تخلص، وهذا الإنسان سمع كلمتك ورفض صوتك، برضه أنا مدينوش عشان أنا جاي أخلص مش جاي يدين. طيب أنت مش هتدينه لأنك جاي تخلص، هل معنى هذا أن القضية خلصت؟ لا، هي ما خلصتش، لأنه في دينونة في اليوم الأخير، اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس. كيف؟ بحسب إنجيلي بيسوع المسيح، اللي هو إيه؟ اللي هو الكلام الذي تكلمت به. يعني إيه بقى الكلام اللي تكلمت به؟ يعني هو هيدان على أساس إيه؟ على أساس إن الكلام أهو اتقال لك وأنت ما قبلتوش، مش هيدان يعني هيمدوه على رجليه عشان ما سمعش الكلام، هيدان يعني مش هياخد الحياة اللي الكلمة كانت هتدان، فالكلمة هتشهد عليه إن الحياة جت لغاية عندك وإنت رفضتها، خليك بقى في اللي إنت فيه. هي دي الدينونة، الطريقة اللي إحنا فاهمين بيها الدينونة هي الطريقة اللي متبرمجة على نظرية الناموس اللي هي العقوبة. فإحنا يدان عندنا لسه متبرمجة على الناموس، ربنا هيعاقبه وهيولع فيه، مفيش كلام من ده، حد ربنا بيولعش في حد. الدينونة هي ان الكلمة هتدينه، يعني هيواجه بانك الحياة جات لك من خلال الكلمة اهي وانت ما قبلتهاش، يبقى تبقى في الموت عدل. هي دي الدينونة، ان الدينونة هتكشف الحق اهو والمواجهة اهي. فإذا الذي يدينه في اليوم الأخير هو الكلمة، زي مثلا إيه؟ تجلسون على 12 كرسيا وتدينون أسباط إسرائيل 12. المسيح بيقول لتلاميذه يعني إيه؟ يعني هم يهود أصلا، هم كمان هم إيمانهم وتبعيتهم المسيح هالدين باقي اليهود اللي ما الذين لم يقبلوا، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل، رفضوه. فاليهود اللي التلاميذ اليهود الذين قبلوا مش هيدينهم يعني هيقعدوا على كرسي المحكمة هاتوا تعالى من دينك، لا، احنا الدينونة يعني ايه بقى؟ اتنين تلامذة بيذاكروا في ظروف واحدة ومستوى ذكاء واحد والمدرس هو واحد نجح والتاني سقط. ايه اللي سقطك؟ ما هي نفس الظروف بتاعت اللي نجح كانت عندك وعليه. فيبقى التلميذ اللي نجح وكان في نفس ظروف التلميذ اللي ما نجحش بيدينه، يبقى هو حالته نفسها بتحكم على حالة التاني اللي قدمت له كل العوامل و ما استغلها. الكلمة بتدينه ليه؟ لأن الكلمة دي هي اللي خلصت اللي جنبك ده وانت اللي رفضتها، يبقى الكلمة والآخر دول بيدينوك، مش بيدينوك بمعنى المحكمة، بيدينوك بمعنى ان المقارنة بين إخفاقك ونجاحهم بتقول ان انت اللي قصرت في حق نفسك.
المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 010-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.